السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في درس اليوم بشارك معكم طرق رسم السكيرتينج بورد أو حواف الجدران، ما يسمى بالوزرات أو النعلات. الوزرات هي عبارة عن ألواح تكون على طول قاعدة الجدار وتشكل وصلات بين مواد البناء، وهي أيضا ضرورية لحماية قاعدة الجدران من خدوش الأحذية والأثاث والأطفال والحيوانات الأليفة، وأيضا إخفاء التفاصيل غير المستوية أو غير المرتبة. في ريفت نقدر نضيفها للجدران بطريقتين. الطريقة الأولى بتكون عن طريق إضافتها لنوع الحائط نفسه من خلال الخصائص أو البروبرتيز. تتميز هذه الطريقة أنها بتكون أسرع وبتنضاف الوزرات على كل أنواع الحوائط اللي من نفس النوع، لكن عيب هذه الطريقة أنه ما نقدر نحسب الوزرات في جدول منفصل عند حساب الكميات. أما الطريقة الثانية بنضيفها على كل جدار على حدة وبتاخذ معنا وقت، لكن بهذه الطريقة نقدر نسوي جدول كميات للوزرات منفصل بكل سهولة. وأيضا بنتعلم خلال الدرس طريقة رسم الـ 2D Section Profile، يعني بنرسم قطاع ثنائي الأبعاد لشكل الوزرة اللي نبغاه، وفي أشكال وتصاميم كثيرة بنشوفها أيضا خلال الدرس. خلونا الآن ننتقل للرفت ونبدأ الفيديو. نبدأ بالنيو بروجكت، نروح من فايل وبعدها نختار النيو، ومن هنا نختار المتريك اركتكتشر تمبلت ونضغط على اوكي. لما يفتح الملف اول شيء نسويه نغير اليونت، لو نحب نغير اليونت لاي يونت ثاني غير المليمتر نختار مثلا متر وسنتيمتر ونضغط على اوكي. بعدها بنرسم وول وفلور بس بحيث ان الوزرة تبان معنا بشكل اوضح. نضغط على WA اللي هو الوول كوماند في ريفت، هذا اختصارها، او ان نروح من وول ونختار الوول اللي احنا نبغاه. من هنا نختار الشكل اللي بنرسم فيه والليفل مثلا لين ليفل 2 بهذا الشكل، ونرسم اي شكل بس بشكل غرفة انه بسيطة. من هنا ايضا نبغى نرسم فلور، جي الفلور نختار شكل المستطيل ونرسمها بهذا الشكل ونحط على علامة الصح. بنروح ايضا لل 3D ونرسم سكشن بوكس، نختار من البروبرتيز ننزل تحت للسكشن بوكس. طبعا كل هذه الخطوات بس بحيث اننا نشوف بشكل اوضح الوزرة اللي بنرسمها، فمثلا نقصها بهذا الشكل كذا كفاية. الان بنحدد السكشن بوكس والليفل ونضغط في الماوس رايت كليك ونختار هايد ان فيو اليمنت. بعدها ايضا لو تبغى تطلع قبل لا نروح اللي بعدها، لو تبغى تطلع اي شيء سويت له هايد في ريفت بتروح للشكل او الايكون حق اللمبه اللي هنا مكتوب عليه ريفيل هيدن اليمنتس تختاره، ومثلا لو تبغى تطلع السكشن بوكس مره ثانيه تحدد عليه وتختار ان هايد اليمنت او الليفل او اي شيء تسوي له هايد في ريفت، بتطلعه كذا بكل سهوله. الان بنسكر ونطلع من هذا المود ونغير بس الفيجوال جرافيك مثلا للشيدد. قبل لا نبدأ بالطريقتين لإضافة الوزرات بنشوف طريقة رسم أي شكل وزرة احنا نبغاها ونسوي لها لود للبروجكت. نسوي لها لود للبروجكت لأنه لازم احنا نبنيها بفاملي تمبلت. نسوي كذا بسهولة بأن نروح الفايل وبعدها نروح للنيو، ومن هنا نضغط على السهم الصغير اللي هنا ونضغط على فاملي. من هنا من المهم ان نختار التمبلت الصح للفاملي اللي احنا بنبنيها. فلو بتشتغل على المتريك بندخل على انجلش، بعدها بنختار متريك بروفايل ونضغط على اوبن، بتفتح معانا الفاميلي تمبلت. ومن هنا نستخدم مجرد ان بنروح لكرييت ونستخدم اللاين ونرسم سكشن بسيط لشكل الوزرة اللي احنا نبغاها. لو تبغى تعرف اشكال مختلفة للوزرات ممكن تبحث في جوجل او اي متصفح عندك مثلا الامجز، نختار سكيرتين مثلا بروفايلز. من هنا من الصور عندنا أشكال مختلفة وفي بعضهم تسهل لك ويجيب لك شكل 2D وأحيانا يجيب لك 2D و3D، ففي أشكال مختلفة. وطبعا تقدر يعني تخصص البحث بأنك تختار مودرن أو تختار مثلا كلاسيك وتشوف الأشكال المختلفة. وأيضا لا تنسى أنك تقدر في ريفت حتى في الفاميلي تمبلت أنك تدخل الصورة، يعني لو تبغى صورة معينة ممكن تقص الشكل اللي أنت تبغاه لو في أشكال كثيرة في نفس الصورة بحيث أنك تقدر تشوف أفضل، وتروح للريفت ومن هنا تروح لإنسيرت وتختار إمبورت إيمج وتدخل الصورة اللي أنت تبغاها. ممكن تشوف عليها أو تحطها على الأقل على جنب as a reference تشوف أحجام الأشكال. من هنا نبدأ نرسم، ممكن نستخدم أي صورة، ممكن نشوف شكل بسيط أو ممكن نرسم شكل مشابه لهذا الشكل. نروح لريفت ومن هنا نستخدم نضغط على الاي اختصار اللاين أو نروح لكرييت ونختاره من هنا. من المهم أن نعرف اختصارات الأدوات اللي دائما نستخدمها بكثرة، بيوفر علينا كثير وقت. نرسم من هنا مثلا
ما راح اهتم بالمقاسات ولا بالشكل، بس اهم شيء انه نعرف الطريقه، مثلا بهذا الشكل، وبعدها نختار مثلا شكل هذا القوس. مثلا بهذا الشكل ممكن نسوي لها سيف، بالذات لما ترسم شيء مثلا كومبلكس واخذ منك كثير وقت، بحيث انك تستخدمها باي بروجكت عندك. وممكن ايضا بسرعات تضغط لود انتو بروجكت وتدخلها زي باقي اي فاميلي عندك. نسوي لها سيف احتياطا، نضغط كنترول سي ونحفظها بالمكان اللي احنا نبغاه، نضغط على سيف. من هنا ممكن نسوي لها لود خلاص لانه سميناها وتكون موجوده عندنا في المشروع. الان بنبدا بالطريقه الاولى. الطريقة الأولى زي ما قلنا إنها أسرع وأسهل، لأنه إحنا بنضيف الوزرة لكل الحوائط اللي من نفس النوع بضغطة زر، لأنه بنعدل على التايب للوول نفسه. لكن العيب اللي فيها إنه إحنا ما رح نقدر نحسب الوزرات في جدول كميات منفصل، لكن لو أنت ما أنت مهتم بحساب جدول الكميات للوزرات فممكن تستفيد من هذه الطريقة، طبعا إنها أسرع وأسهل. فالشيء اللي بنسويه انه بنحدد على واحد من انواع الحوائط اللي احنا بنضيف للوزرة، بعدها بنروح للإديت تايب. من هنا بنروح على الكونستراكشن، ندخل على الستركتشر، نضغط على الإديت تايب. من هنا احنا نبغى نضيف سويب، لكن بيكون عندنا كلها ميم مفعلة او ما نقدر نختار منها. لكن لو جينا دخلنا من او شفنا من هنا او قرأنا اللي مكتوب modify vertical structure section preview only، فنروح للبريفيو من هنا وبعدها نغير الفلور بلان لسكشن، فبيبان عندنا السكشن وبيكون سويبس نقدر نضيفها من هنا. في هنا السامبل هايت بيكون عندنا مثلا 6 أو 7، ممكن تقلل 3 أو 2 بحيث انك تشوف السكشن بشكل اوضح. وممكن نسوي زوم اما من هنا نتحكم فيه او من السكرين نفسها نختار زوم تو فيت بحيث ان نشوفها بس بشكل اوضح. فاللي نبغى نسويه انه بنضيف سويب، نضغط على سويب. من هنا بيكون عندنا مجموعة كبيرة من الإعدادات لكن كلها جدا بسيطة. ممكن نسوي Add وممكن نسوي Load للبروفايل. البروفايل هو السكشن اللي رسمناه البسيط الشكل هذه الوزرة، فممكن نضغط على Add بحيث أننا نشوف الأشياء اللي أصلا موجودة عندنا. الماتيريال مثلا نقدر من هنا البروفايل اللي هو شكلها، ونقدر نسوي أيضا Load في مجموعة موجودة في Revit. ممكن نستخدم هذه أو نسوي Load. خلينا نشوف نفس البروفايل اللي هنا أو الأشكال اللي موجودة في Revit، ومن هنا نضغط على 3 نقاط، نختار الماتيريال اللي نبغاها ونضغط على اوكي. من هنا الديستنس من الوول، لو اخترت على اي شيء وما بان عندك في السكرين اضغط على ابلاي وبيبان. فممكن نختار شكل ثاني مثلا هذا ونضغط على ابلاي، اي شكل ثاني نختار على الديفولت، بعدها بنغيرها. المهم بعدها من هنا الديستنس في عندنا الفروم بيس او توب، ممكن نخليها في البيس بتكون من تحت او بالتوب بتكون باعلى الحائط بهذا الشكل. طبعا احنا نبغاها وزرة فبيسكلي بتكون في البيس. من هنا الديستنس ممكن نبغاها اعلى او تحت، يعني ممكن نخليها مثلا 2، نضغط على ابلاي فبتكون اعلى بهذا الشكل او اقل، لانه احنا حطينا السامبل 2 مثلا 1، نضغط على ابلاي. يعني بتتحكم الديستنس من هنا، بس احنا نبغاها زي ما قلنا 0. اوكي. ومن هنا السايد، هل نبغاها في، نضغط على apply، هل نبغاها في الاكستيرير ولا الانتيرير؟ لو تبغى تقرا اوضح ممكن تحركها بهذا الشكل ويطلع عندنا هذا سلايدر، نبغاها في الاكستيرير او نبغاها في الانتيرير، ونضغط على apply فنشوفها جت في الاتجاه الثاني، لو نبغى نسوي لها offset، لو نبغى نسوي لها flip. فعندنا كل هذه الاختيارات ممكن نشوفها بعدين في التفصيل، بس احنا هذه الاختيارات الحين اللي تهمنا، ونضغط على اوكي. خلينا نشوف شكلها، بعدها بنرجع ونختار البروفايل اللي احنا سويناه ونضغط على اوكي، نضغط على اوكي. فبكذا صارت الوزرة موجودة بكل مكان. لو نبغى نختار البروفايل اللي احنا سويناه عادي ندخل على نفس نوع الحائط ونضغط على edit type، من هنا نضغط على edit مرة ثانية، نختار السويبس. طبعا نقدر نضيف ايضا سويب من برا ومن جوا، يعني لو تبغى تضيف واحد ثاني ممكن تضغط على add وتخليه في الاكستيرير. خلينا نخلي هذا على الديفولت ونخلي هذا اللي احنا اخترناه، ممكن نقول load ونروح للمكان اللي احنا حفظنا فيه المشروع او نقدر نسوي له لود، فنختاره من هنا مثلا هذا الشكل، نضغط على اوكي لو احنا سوينا له لود تو بروجكت، وبعدها صار عندنا هذا الشكل من جوه وهذا من برا، نضغط على اوكي، نضغط على اوكي، فصار هذا الشكل موجود عندنا اللي رسمناه من جوه والثاني على برا. لو ما صار موجود عندك ممكن تسوي له لود او تسوي لود انتو بروجكت، فصار موجود معنا. الان لو رحنا شفنا شكله مثلا بهذا الشكل،
او نروح نشوف شكل ثاني، نضغط على edit type، نضغط على edit، من هنا ننزل نشيل مثلا اللي في الاكستيرير، ممكن نسوي له ديليت، ممكن نسوي له دوبليكيت، يعني كل هذه الاختيارات عندنا. فنضغط على اوكي ونضغط على اوكي. اوكي، فهذه الطريقة اسهل وانضافت على كل الحوائط بنفس الوقت زي ما احنا شايفين. ممكن نغير الماتيريال عشان نشوفها بشكل اوضح، نضغط على edit type مرة ثانية، بعدها نروح لإدت، من هنا ننزل لها، نختارها بس تكون اي ماتيريال لونها ابيض. نختار use and render appearance بس بحيث انها تبان لنا بشكل اوضح. الان خلونا نسوي سكجول ونشوف هل تبان معنا ولا لا. الحين في كذا طريقة ان نسوي السكجول، ممكن نشوف واحدة من الطرق، ان نجي للبروبرتيز ونروح للسكجول وكوانتيتي، ونضغط من هنا new schedule and quantity، ننزل للوول نضغط على W ينزل للأخير، نفتح الوول، نختار الوول سويبس هي اللي نبغاها. من هنا ممكن نسميها مثلا وول سكيرت او سكيرت، نضغط على اوكي، نختار من هنا الاشياء اللي نبغاها، مثلا length، نختار التايب او البروفايل لو كان عندنا كذا بروفايل مثلا من هذا الشكل، نختار sorting والgrouping مثلا يكون بالtype، ومن الفورمات نختار length يكون calculated، نختار من هنا انه calculate total، وبعدها نرجع ل sorting والgrouping ونختار grand total ونضغط على OK. بنشوف انه ما عندنا ولا شيء في هذا الجدول، وهذا عيب هذه الطريقة انه ما نقدر نحسبها في جدول منفصل. خلونا نشوف الطريقة الثانية. الطريقة الثانية ايضا جدا بسيطة، بنروح ل 3D من هنا، وبعدها بنضغط على الوول، نروح للإديت تايب ونحذف السكيرت اللي احنا ضفناها، نروح من إديت وبعدها نروح للسويبس، نضغط على هذا النوع بهذا الشكل ونضغط على ديليت واوكي، ومن هنا نضغط على اوكي، ترجع نفس ما كانت. الان بنضيف الوزرة بس بنضيفها من مكان ثاني، نضغط على WA او نروح من هنا نختار الوول، ننزل على تحت ونختار السويب من هنا. لو ضغطنا على WA اكشلي بيبدا يرسم لي وول، واحنا ما نبغى وول، نختار من هنا ونختار السويب. من هنا بيكون عندنا نضيف، نقدر نضيفه هوريزونتال ونقدر نضيفه فيرتيكال، كل اللي علينا نسويه انه نجي ونحطه بهذا الشكل بالوول. نقدر نستمر ونحطه بكل الحوائط او كل حائط لحاله. بعدها الان مثلا صار عندي هذا البروفايل، طبعا نقدر نسوي له edit type من هنا، نقدر نسوي duplicate ومثلا نسمي اي اسم نبغاه، سكيرت او اي اسم ثاني، ومن هنا نختار البروفايل، نضغط من هنا على هذا السهم ونختار الشكل اللي احنا نبغاه ونختار material، فنضغط على اوكي، فبكذا اضفنا الشكل اللي احنا نبغاه. ونقدر طبعا نعدل على الماتيريال، نضغط عليه ونضغط على edit type، ومن هنا في الماتيريال مثلا نختار هذا الماتيريال نفسه ونضغط على اوكي. اوكي، فبكذا نقدر نضيف، او ننزل مرة ثانية نختار مثلا سويب، نختار على هذا الوول وبعدها نغيره من هنا. لو حطيته باي مكان غلط ما يكون مثلا على ليفل 1، ممكن نختارهم من هنا، بعدها نفتح السهم، لو كان مثلا مرتفع باي شكل مثلا يكون بهذا الشكل، ارجع واختاره، احيانا يرتفع بس شيء بسيط نحطه بالغلط، فنقدر نرجع ونحطه الأوفسات فروم ليفل، نخليه صفر ونخليها على ليفل 1. الحين لو رحنا للسكجول بنشوف على طول انه هذه الاطوال بانت عندنا، نضيفها مثلا على باقي الحوائط، نروح من هنا نضغط على الوول، نختار السويب، نختار الهوريزونتال ونضيفها مرة ثانية هنا، ونقدر نختار النوع من البداية بدل ما نروح نغير، نضيفها هنا، نلف بهذا الشكل ونضيفها هنا. فانضافت عندي على كل الحوائط بهذا الشكل، ونروح للجدول بتكون موجودة معنا كل الحوائط. الحين الثاني اللي رسمناه آخر شيء، لأن رسمنا آخر اثنين مع بعض فحسبهم إنهم واحد، لو ما تبغى يحسب لك كل واحد لحاله نحذفهم مرة ثانية، نضغط على الوول، نختار من هنا السويب نختاره، ومن هنا نحط الواحد، بعدها نضغط عليه أو ريستارت ممكن، وبعدها نضغط نرسم من هنا، فصارت كذا كل واحد أتوقع يكون الواحد. الحين لما نروح للجدول بيكون كل واحد لحاله. نرجع مثلا لهذا الشكل، لو جينا وأضفنا باب بالمكان، مثلا نروح لليفل 1 ونروح لأركتكتر ونضيف دور من هنا، كيف بيتعامل معه؟
اكشلي بتنقص منه بيكون بهذا الشكل، لكن لو جاء على الفريم ودخل عليه بهذا الشكل وحبيت تعدل عليه ممكن طبعا نعدل عليه من هنا، بس لو نبغى نكون دقيقين اكثر ممكن نستخدم انتيرير اليفيشن او نستخدم سكشن عادي، نضيف انتيرير اليفيشن من فيو، ومن هنا الطريقه الثانيه انك تضيف سكجول وكوانتيتي، فنروح للاليفيشن نضغط على اليفيشن من هنا، بعدها نغير من هنا نختار النوع يكون انتيرير فنحطه بهذا الشكل ونضغط دبل كليك ندخل عليها، فمن هنا نحدد عليها ونسحبها لو نبغاها مثلا تكون بالطرف بهذا الشكل، بس هو مكان الباب نفسه بينقص عادي، ممكن طبعا ترسم سكشن عادي وينقص. لو حبينا نغير في شكل البروفايل هذا او نرسم اي شكل بروفايل ثاني طبعا نقدر نسوي كذا بكل سهولة، نرجع للشكل اللي احنا رسمناه مثلا نشوفه من الاشكال الثانية، مثلا عندنا هذا الشكل جدا شكل بسيط لو نحب نسويه، نرجع الرفت نحذف هذه نضغط على تي ار للترم نرسمها مثلا كذا، بعدها نروح لللاين الاي او نختارها من كرييت، ومن هنا نرسم بس نترك مسافة بسيطة، نرسم شكل قوس نضغط على اس ال للسبلت تول او نختارها من التول من هنا، وبعدها نضغط على ترم مرة ثانية، فمثلا صار لنا بهذا الشكل. بعدها لو ضغطنا load into project نخلي override، الآن لو رحنا شفنا شكله في 3D صار شكله بهذا الشكل، فيعني ممكن نسويها بخطوات جدا بسيطة. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون الشرح والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لو استفدت من الفيديو والمحتوى اللي بينعرض على القناة أشعرني بالضغط على زر اللايك، ولو تهمك المواضيع اللي بتنطرح على القناة لا تنسى الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة، بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. لو عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح بخصوص هذا الدرس أو غيره لا تتردد ومشاركته في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. وطبعا أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق والسداد، نلتقي بفيديو جديد الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.